بالك انت، طالما قلنا المسحراتي يبقى لازم نتكلم عن اول مسحراتي عرفته الاذاعه المصريه، ابن طنطا المبدع الجدع، صاحب اول شركه اسطوانات في الشرق الاوسط، الملحن اللي مفيش زيه، المطرب ابو دم خفيف اللي كان بيغني في افلامه وهو بيشرب السيجاره عادي يعني، الممثل اللي بيمثل وهو سايب ايده، طبعا محمد فوزي. ومحمد فوزي مهما قلنا عليه مش هنقول ربع اللي يستحقه الصراحه، ملحن مجتهد جدا، قدم الحان لنفسه ولغيره، أول ملحن عمل أغنية فرانكو أراب لسه عايشة لحد النهاردة، وهي أيوة اسم الله عليكو يا مصطفى يا مصطفى. طيب نقول من الأول بقى عشان الكلام يبقى مترتب، محمد فوزي من مواليد 1918، وزي كل جيله اتأثر بموسيقى محمد عبد الوهاب واللي كان طبعا مثل أعلى ليه. هوب نزل من طنطا على القاهرة والتحق بمعهد الموسيقى، ومنه دخل على عالم بديع مصابني ورتيبة رشدي. هناك بقى اتصاحب على فريد الأطرش وعلى محمود الشريف، ومن تلحين الإسكتشات راح على السينما على إيد يوسف وهبي سنة 1944. في ظرف 3 سنين بلك انت، محمد فوزي ده بقى نجم السينما الغنائية في مصر، حاجة كده مش ممكن، حاجة خيال. كان كتلة من النشاط، يخرج من فيلم يشتغل في التاني، بيلحن غنوة وشغال على أوبريت جديد، حاجة كده مش بتهدى ولا بترتاح. كانت نهاية الأربعينات وأوائل الخمسينات هي العصر الذهبي لمحمد فوزي، أفلام، إذاعة، أغاني، ألحان، كله. وفي الخمسينات تعاقدت معاه الإذاعة على إنه يقدم المسحراتي، ولأن محمد فوزي ابن بلد أصلي استعان بقى في التيمة الأساسية للحن بتيمة المسحراتي العادي، اللي هي إيه يا حلوين، دقة الطبلة وإيقاعها، وكانت الحقيقة فكرة في الجون، انتشرت في كل بيت وكانت الناس كلها بتستنى مسحراتي محمد فوزي ده. وكان بيقول في بدايتها: يا عباد الله وحدوا الله، أنا أمدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود، الأرض والسموات علي شهود. طبعاً بعد نجاح مسحراتي محمد فوزي كان لازم بقى يكمل باقي الحلقات، وكان بيسابق الوقت علشان يقدم الحلقات، وفي نفس الوقت استغل الحلقات دي في الدعاية لشغله. والناس صحيت في يوم لقت محمد فوزي لابس جلابية بلدي وماسك طبلة ومتصور في شوارع مصر كلها باعتباره مسحراتي مصر كلها، وكانت الفكرة جديدة في الدعاية وشغل الإذاعة، وكل الجرايد والمجلات نشرت صورة محمد فوزي دي. وطبعاً نجاح الحلقات خلت محمد فوزي يفكر يعمل بقى إيه، ينقل بقى من المسحراتي للأدعية الدينية والابتهالات، وليه لأ؟ طبعاً ده ياما حضر مولد سيدي أحمد البدوي في طنطا، وكانت نقلة الحقيقة جديدة جداً في مشواره الغنائي. الصراحة محمد فوزي عمل نقلة في الابتهالات والأدعية الدينية دي بالذات، لأنه من النوع اللي بيعمل مزيكا ممكن نقول عليها السهل الممتنع، اللي عادي جداً أي حد يغنيها، أي حد يحسها. محمد فوزي كان سابق زمنه. عمل إيه بقى؟ عمل شركة اسطوانات علشان يكسر احتكار الأجانب لتصنيع الاسطوانات، وكانت شركة مصر فون أول شركة مصرية في المجال ده بالذات، وكان هو أول صاحب شركة يمنح المطربين والملحنين حق الأداء العلني. للأسف بقى الشركة دي اتأممت، وبعد ما اتأممت تعب محمد فوزي قوي واختفى من على الساحة، لكن هنفضل فاكرين إنه كان أول مسحراتي في الإذاعة. ما كانش الأخير، لكن هيفضل محمد فوزي الأول ودايماً الأول.